السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا هاد المملحات اللي كيجيو راقيين بزاف في المنظر واقتصاديين، يمكن لكم تحضروهم باقل من 15 درهم، والمهم انهم ساهلين بزاف، يعني في دقائق غادي يوجدوا وكيجيو لذاذ بزاف وتخي فخي، سورتو دابا مع الصيف كنبغيو شي حاجه تكون خفيفه ولذيذه في نفس الوقت. يمكن لكم تقدمهم للضيوف في العشية مع أتاي أو القهوة، وكذلك قبل العشاء كأبيغو. بالنسبة لأول نوع ديال هاد المملحات، غادي نحتاجو الفلفلة حمراء مشوية ومقطعة طريفات صغار، غنحتاجو علبة ديال الطون كنحيدو ليها الزيت، ولا مايونيز، أنا هادي صايبتها في الدار. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي ناخذ هاد بان دومي، من الاحسن خذوه كومبلي هو كيجي لذيذ اكثر، وكنحاول نحيد ليه هاد الجناب القاسحين. من بعد كنزيد هاد العناصر وكندمجهم مزيان، وكنبقى نزيد لا مايونيز شويه بشويه حتى كنحصل على خليط متماسك. كنزيد شويه ديال الملح والابزار، الاشاره لمايونيز ما فيها حتى شي توابل، يعني مصيبه فقط بالبيض والزيت. من بعد كناخذ هاد لو فيلم اليمونتير وكنسرحو فوق لو بلان دو ترافاي. غادي نحط فوق منه الشريحه الاولى ديال بان دومي، وغادي ندير فيها شويه ديال الخليط. غادي نزيد الطبقه الثانيه وحتى هي غادي ندير فوق منها الخليط، وعاد الطبقه الثالثه، ومن بعد غادي نجمع مزيان هاد البان دومي اللي حضرت ببابي اليمونتير، وغادي ندخلو للفريغو وغادي نخليه تقريبا 5 سوايع حتى كيشد راسو مزيان. من بعد هنايا خرجتو، غادي نقطعو على 4. كما كتلاحظوا كل حبه ديال بان دومي صايبتو كتخرج لكم 4 ديال المملحات. من بعد زوقتو بشويه ديال الفرماج بلون من الفوق والجنجلان، يمكن لكم تذوقوه كذلك بالشوفان ولا الباو الا كان عندكم. بالنسبه للنوع الثاني فهو عباره عن ديفيرين، كيجيو على هذا الشكل وكيجيو سكري ولذاذ بزاف. غادي نحتاجو المكور، كنقطعوه بهذا الشكل، كنوضعوه في الطحانه، كنزيدو عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر. كما قلت هاد ليفيرين كيجيو حلوين، كنزيدو تقريبا 2 معالق كبار ديال السكر. لا مايونيز، وكنطحنوهم مزيان. كنحصلو على خليط بهذا الشكل وكنقدموه في ديفيرين. يمكن لكم تلقاوهم متواجدين في المحلات اللي كيبيعوا الاواني المنزليه. هاد لي فيغين كنحتفظوهم في الثلاجه حتى كيبردو مزيان، وفوق التقديم كنخرجهم كنزوقهم بدي شيبس هكا من الفوق. دابا غادي نحضروا نوع اخر من لي فيغي. كما قلنا ان الهدف هو نحضر مملحات تكون راقيه في الشكل ديالها وفي نفس الوقت اقتصاديه، فانا ما غاديش نكثر عليكم المقادير. اذا غادي نحتاجوا كذلك علبه ديال الطون هنا،
والفلفله الخضراء والصفراء مقطعه طريفات صغار، هذه ما طيبه ما والو، والقليل من المايونيز حتى كيتجمع لينا الخليط. هادو كابيرو كيجيو زوينين بزاف، اذا حتى هما غادي نكبهم في دي فيغين بهذا الشكل. من بعد غادي نزوقهم بشويه ديال الخس وطوماط سيريز مقطعه طريفات صغار، وكنحتفظ بهم في الثلاجه حتى لوقت التقديم. النوع الاخر ديال المملحات كيجي هولي بالفرماج ولا دانت فومي. غادي نحتاجوا 4 ديال القطع ديال بان دومي اللي كنسرحهم هكا وكنبسطوهم بالمدلك حتى كيولي ورقاق، وكندهنوا الجوانب ديالهم بالفرماج. من بعد غادي نلصق وحده على وحده، فانا قبل سرحت الاليمونتير على لو بلان دو طرافاي، واللي غادي يساعدني باش انني نرولي هاد البان دومي ديالي. من بعد ندير الفرماج كاري و لا دانت فومي بهذه الطريقه، وكنزيد شرائح ديال الفرماج روج ولا شيدار الا كان عندكم. من بعد كنرولي كل شيء وكنجمعو بالفيلم اليمونتير. هذا الشكل، وكندخلو الثلاجه كذلك على الاقل 5 ديال السوايع حتى كيشد راسو. اذا المملحات ديالنا كيجيو على هذا الشكل كما لاحظتوا، ساهلين بزاف في التحضير، ما كيحتاجوا لا عجين لا والو، كذلك يجيو زوينين ولذات بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. وقت التقديم يمكن لكم تدهنوهم من الفوق بشويه ديال الفرماج وترشوا عليهم اما الشوفان ولا جنجلان ولا البافو اللي متوفر عندكم، وديروا فيهم دي كوردون بهذا الشكل وطوماط سيريز. كنشكركم على حسن المتابعه، وما تنسوش خليوا لي تعاليقكم واقتراحاتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى. سلامه.